احنا رانا نقولوا فاز 1 ونقولوا فاز 2. كان فاز 2 عندنا الا 20، وهذا ال 20 ما همش جزائريين، هذا اللي شويه طمأنا، هذو جاوا من الخارج، ماهوش سي با فوايا كلوستير جزائريين. رانا فاز 1 في الحقيقه، مي باش شويه نعاودوا نكملوا نتموا نرفعوا اليقظه وكلش نقولوا فاز 2. طانيس كلا فاز 3 هذيك لما ينتشر الفيروس والاصابات عبر الوطن، ذاك الوقت سا دوفيان ديفيسيل، باسكو قال ان كا هنا ان كا لهيه تروا كا لهيه وكل واحد ينشر. انستيتيو باستور المعهد هو المرجعي، ووهرا قسنطينه ورقنا ورقنا ورقه، لا كاين سطيف، كاين سطيف بريفي خاص. اذا هذا الشيء اللي موجود حاليا وزيد تمرست ورايحين نزيدوا. استوردوا، انا ننتظر في الكاميرات وانا نشوف كل المطارات فيها كاميرات الا بعض الاماكن الدخول في البحريه ولا ما كانش مجهزه، حنا ننتظر في المطارات الكمامات تكون كافيه، كلش هذه الوسائل، القطاع الصحي بكل وسائله، المسؤولين الاطباء كلهم استعداد في حاله تفاقم او في حاله وين وين سي لا سيتياسيون ليكزيج. لما انتشر هذا المرض خوفا من انتشاره، خوفا من عبر الوطن، شفنا مع الانستيتيو باستور على لي تيست. لي تيست هذو طبعا اذا ما كانش احنا ما نستوردوش دي تيست نتاع مرض اللي ماهوش عندنا في الوطن، اذا هما عندهم دي تيست من الكميه قليله، العدد قليل. احنا شفنا يزاو 1500 تيست وراحين يجوا 5000 تيست. عندنا شيء في لي تيست ما يلزمش او زملاء الاطباء ولا المرضى اللي عنده الحمى يفوت التيست، لان فسدوا كامل لي تيست ونهار نحتاجوهم ما نسيبوهمش. وزير التعليم العالي اللي ذكر لي قال لي فيه جزائري باحث في الصين مع الصينيين راح يدخل للبلد الجمعه اللي فاتت، الجمعه هذه الماضيه، ومن بعد السبت ولا الحد يجوا اخصائيين باحثين صينيين عندهم طريقه جديده كيما الجروباج، قطره نتاع دم 10 دقائق 15 دقيقه عندنا النتائج. هذا قلنا احنا نديروه في اماكن دخول الجزائر، سادي في لي بوين دونتري في المطار، في النقاط الحدوديه البريه البحريه الجويه. اذا كان شخص مشكوك فيه عنده الحمى يفوت صال مجهزه وكل شيء يديروا له لو تيست. احنا خذينا قرار بات منع اي تصدير كمامات او اي وسائل اللي احنا نحتاجها من بعد. واذا منع كل شيء ونعاونوهم اللي عندهم مشاكل باش يستوردوا لي لا ماتيير بروميير نعاونوهم، اللي عنده مشاكل اخرى. اذا حاليا، وهذا بعد ما كلمني المدير العام تاع لا بي سي اش السيده المركزيه، زاد كميه اكثر من الكميه اللي كانت عندنا. اذا عندنا نقول لك اكثر من 20 مليون كمامه لي ماسك. طلبت كل مدراء مستشفيات او على مستوى الولايه يعاودوا يراجعوا يرجعوا لي يجاوبوني. قلت لهم يلزم يكونوا في اقامه تحترم شرفهم وتحترم وتكون جو فو اون ريبونس. عاود ابعث لي قال في المستشفى هاو الجناح اللي حضرته لهذا الشيء وهاي الصور وهاي الامكانيات باش غدوه يحاسب. عندي كاتلي سيلي ويلي ديلي جهزتهم ودرت كلش باش غدوه ما يكونش، راني ننتظر. ورئيس الديوان قال لي ديجا اون ا ريسو دي ريبونس.
رئيس الجمهورية هو يحافظ على المواطنين كلهم إلى بريلي دوفا. احنا رانا خذينا دار قرارات وعطى لي تعليمات، وحتى الوزراء الأخرى اللي ما اتخذتش في الدول لما كان عندهم 20، احنا رانا في 20 رانا متحكمين فيهم. إذا تغير الأمور نعملوا كما استعملوا في الدول الأخرى، وإن شاء الله زيد عندنا الوقت زيدي. احنا جهزنا رواحنا، كاين اللي كانوا مش مجهزين، احنا جهزنا رواحنا بالكمامات، جهزنا الو ليغو احنا ننجوهم عندنا، لي تيست انا جبنا وزدنا ثاني. احنا اللي انا ميزانيه كبيره كلفتها الدوله خاصه بالقطاع، ميزانيه بالعمله الصعبه، قالوا لي ما كانش ان يا اوكون ليميت ريان ناريت لو سوسي دو ليتا بور لا سانتي دي سيتويان.